حكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 10 يوليو سنة 1925 تأسست وكالة الأنباء الرسمية السوفيتية تاس. أما سنة 1938 حطم هوارد هيوز رقم قياسي جديد في دوران وحول العالم في 91 ساعة و14 دقيقة. وسنة 1962 كان إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تيلستار 1، واللي كان بينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة. وفي سنة 1967 اعتمدت نيوزيلندا النظام العشري في عملتها. وسنة 1991 تولى بوريس يلتسن رئاسة روسيا الاتحادية، وبكده يكون أول رئيس منتخب ليها منذ حل الاتحاد السوفيتي. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1980 اتولدت الممثلة الأمريكية جيسيكا سيمبسون، واللي من أفلامها بلوند أمبيشن. وكمان سنة 1980 اتولد الممثل الأمريكي توماس إيان نيكولاس، واللي من أفلامه ذا هيتمان. وزي النهاردة سنة 1559 رحل عن عالمنا الملك هنري الثاني ملك فرنسا. أما عن أعياد ومناسبات زي النهاردة، فزي النهاردة عيد الاستقلال في البهاما وعيد الجيش في موريتانيا. وزي النهاردة سنة 2007 كان العرض الأول لفيلم عندليب الدقي، تأليف أيمن بهجة قمر وإخراج وائل إحسان، والفيلم من بطولة محمد هنيدي وداود حسين وهبة نور وعمرو عبد الجليل. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.